اللي البعض بيلجأ ليها خصوصا السيدات. احنا تغيير خلق الله يعني، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، اللي هو ابليس اللعين والعياذ بالله، دي لها سبب ورود. وتغيير خلق الله هنا المراد بيه اللي هي قالوا مضاهاة خلق الله، ان انت بتعمل كده عشان خاطر كانك انت اله تاني بتغير وبتعمل، او عشان خاطر مساله تانيه مهمه جدا نقف عندها، التدليس. فيدلس على الناس. وده تخش بقى في شق عمليات التجميل. عمليات التجميل حرام، فالبعض يطلق يقول لك حرام، فنيجي نقول واحده واحده كده، مفيش اسمها حاجه حرام على طول كده اطلقها. واحد دلوقتي مناخيره معوجه، وجي طبيب التجميل قال له هنظبطها لك الحاجز الانفي، عاوز يجي كده وهيظبط، نقول له حرام، لا يظبط خلاص، عامل له مشكله طبيه كمان، ما بتنفسش كويس، حتى لو ما كانش بينامش. مشكله طبيه، هو الشكل كده، عنده صباع زياده، عنده حاجات طالعه في رقبته او في جسمه، عنده حاجات يعني سواد بيطلع في الجسم كده او شيء من هذا، نشيله ولا ما نشيلش؟ لا نشيله. عنده حبيبات بتطلع، ما نشيلها؟ نشيل. المهم في عمليه التجميل الا تفعل ذلك تدليسا على الناس. عظيم. بمعنى ايه؟ واحد بقى عنده 60 70 80 سنه وبيعمل عمليات تجميل عشان خاطر يروح يخطب واحده، او العكس صحيح، وتبين ان هي صغيره او هو صغير، نقول لا انت كده بتدلس على الناس. خلاص؟ يبقى بتدلس عليهم سنك الحقيقي، لان انت عندك طاقه معينه لسن معين، فلما تبين نفسك ان انت عندك 30 وانت عندك 70، يبقى العمليه، مع ان طبعا يعني السن ده فرق صعب التجميل يجيبه، بس بتدلس ليه؟ يبقى من اجل عدم التدليس على الخلق، من اجل عدم خداعهم والتغرير بهم، جت الشريعه قالت لك لا، يبقى هنا التدليس يقف، يبقى التجميل هنا حرام لو كان فيه تدليس. اما اذا لم يكن فيه تدليس وكان مثلا حاجه للزوج، حاجه زي ما قلت انا كده، هتعدل الانسان في حاجه كده، في شفايفه مثلا مقلوبه ومش بتاع، فجه الطبيب هيعملها، ايه المشكله؟ ما يعمل، ما فيهاش حاجه، خلاص. المهم لا ندلس على الخلق، ومن ذلك فالتجميل في سوى التدليس جائز. طيب ايه حقيقه بقى السؤال الثاني، التلمس المنهي عنه يعني، وهل لو فعلته المراه لغير زوجها او من اجل زوجها ايضا تكون اثمه؟ احنا هنا التلميص ده مساله كبيره وليست هينه. يعني بمعنى ان هي يعني ايه التلميص؟ العلماء اختلفوا، هل هو ازاله شعر الوجه بالنسبه للمراه، ام ازاله الحاجبين تماما، ام ترقيق الحواجب؟ اختلف العلماء في ذلك. فلذلك قال لعن الله النامصات والمتنمصات، اللي هي بس جه في الاخر المغيرات لخلق الله. المغيرات لخلق الله ايه؟ من اجل التدليس، واخد بال حضرتك؟ من اجل ان شكلها بخلقه ربنا احسن، وعاوزه تعمل حاجه اقل من الشكل الرباني، فدي بنقول لها لا. يبقى ينتفي التدليس وينتفي تغيير خلق الله، وتيجي مساله بقى النمص بالنسبه للزوج، لو قال مثلا ايه؟ هنشيل الزائد من الحواجب، والحاجب موجوده، ماشي تشيل الزائد من الحواجب، وخاصه اذا كان للزوج، يعني سواء للزوج، يبقى اولى ان الزوج شايفها كده، فما احنا مش عاوزين الزوج يبص على واحده غيرها، فبنقول لها اتجملي. السيده عائشه بتقول لو استطاعت احداكن ان تخلع مقلتيها او احدى مقلتيها لزوجها فلتفعل. يا سلام. هتخلعي عينك عشان تبقي حلوه قدام، او تديها لزوجك او عشان يشوفك حلوه، اعملي. شوف السيده شيء ليه؟ لان العلاقه الزوجيه اعلى من كل هذا. ازاي لزوجك زي ما انت عاوزه، خلاص، لان ما فيهوش ولا غش ولا تدليس، وده زوجك وعارفك. صحيح. يبقى هنا النمصات المقصود بيه ان الانسان اللي بيعمل اعمال فيها تدليس وفيها غش بالنسبه للاخرين.